الترابي حركوها. طب شوف حباس ايه ايه ما بده ضغط بالنص بدك تحط ثلاثة. انا ما خصني يا اخي. خط الوسط تعبان كتير يا موسى، مش عارف شو بدي اعمل. مش عاملين حل يعني. اقبل شو بدك تعمل؟ هنخسر. فشل نحن فريقنا عم يخسر. خلي الدفاع شو اسمه هذا الشاب؟ حلاوي يعني. حلاوي خلي حلاوي ياخذ محل النص عباس وخلي عباس يرجع بدي اجربها الخطة. حلاوي انا بصرفه. عفوا قول له حلاوي وانا بقول له قريب. حلاوي قريب لا خذ محل عباس خلي عباس ياخذ محله. بس ما عم يشوطوا بنص الملعب ما في حدا واقفين لازم يشوطوا نص الملعب ما منيح بس تحرك تحرك نص الملعب تحرك نص الملعب واقف نص الملعب الوسط واقف. شوف ايه لا بتصري شفتوا كيف زدت فوق بالاخر الدنيا كثير مضعضع خط الوسط كثير مضعضع. شو قولك موسى؟ دخل انت لما نزلت التشكيلة يا موسى؟ انت ما لعبتني مزبوط انا مزبوط لانه كان في خطه براسي مزبوط. بعدها ماشيه؟ هلا هلا لحظه نشوف. الوسط فاضي الوسط فاضي يا موسى. ما عم اعمل لك مشكله بالوسط انه عامل حالي مشكله بالوسط ما في الوسط ما فتش بحط خطه بجيبي شيء. هون الخطه موسى هون الخطه هون. يمين شمال واحد اثنين يلا برافو. تعا تعا قوم عط محلي. لا عفوا كوتش عط محلي نظر. لا بس ما مبيني واضحة. عفوا كوتش عفوا موسى تفضل خير. عود اعطيه تعليمات ما تغزل كوتش بس مبيني بس ما انا مطرك لا تقله ظاهر حدا ونزال بالتشكيلة انت كمان. لا عفوا كوتش ما قصدي بس يلا ما هو بدها صار لازم نغير خلص تعمل خطة كوش لازم نغير خط وسط نشيل حدا ونفوت حدا. عباس عباس قوم حمي ايه كوتش قوم حمي قوم انا؟ ايه قوم حمي على السريع يلا موسى انا جاهز كوتش جاهز موسى جاهز جاهز ايه عاد اطلع شوف الجمهور شو بده له ساعة عم بعيط بس صراحة ما عم بعرف ركز على الماتش معقول معقول